صباح الخير يا أول. اليوم هو السبت 24 من شهر تشرين الأول لعام 2020. نستذكر ما تم أخذه سابقا وهو درس دار جدي، تم أخذه يوم الخميس 22 من تشرين الأول لعام 2020. ننظر يا أول إلى صور المحادثة ونكتب بجانب كل صورة المدلول عليها كما تم أخذه سابقا داخل الحصص الصفية. نتطلع يا أول على أول صورة، ماذا نشاهد؟ جدي، أحسنتم يا أول، ماذا يفعل جدي؟ رائعين، يقرأ جدي في كتاب. وكما جرت العادة بنكون يا أول مسطرين حد كل صورة حتى نكتب على السطر بطريقة مرتبة وخط مرتب مع مراعاة الأحرف الصاعدة والهابطة عن السطر. إذن نكتب بجانب الصورة يقرأ جدي في كتاب. ننظر إلى الصورة الأخرى، ماذا أرى؟ جدتي، أحسنتم، ماذا تفعل جدتي يا أول؟ رائعين، ممتازين، تحكي جدتي حكاية حلوة. وإذا نظرنا إلى استمع وأردد في الصفحة 32 سطر الثالث، تحكي جدتي حكاية حلوة. سوف نقوم بكتابة تحكي جدتي حكاية حلوة بجانب صورة المحادثة الموجودة على السطر الذي قمتم بوضعه يا أول. ننظر إلى آخر صورة موجودة لدينا، ماذا تشاهدون؟ برافو، حيوانات. طيب اذكر لي ما هي الحيوانات، ايش في عندي؟ ممتازين، حصان. ماذا ايضا؟ اغنام. وايش عندي هون؟ ايش عندي هون يا اول؟ احسنتم. اذا نظرنا الى استمع واردد الى الدرس، في دار جدي حصان واغنام ترعى العشب. سوف اقوم بكتابة في دار جدي حصان وأغنام ترعى العشب. الرجاء يا أول كتابة بجانب صور المحادثة بطريقة مرتبة مع مراعاة الحروف وكيفية كتابتها. يعطيكم العافية أول.